أعظم وسيلة للتربية الذاتية في الصلاة هي الصلاة النافلة وعلى رأسها قيام إيش؟ وعلى رأسها قيام الليل. وكما جاء في الحديث الصحيح: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. فصلاة الليل، قيام الليل والنوافل، المحافظة على السنن الرواتب، هذه يا إخواني تنقصنا وتنقص أجيالنا. تتبعوا أجيال الشباب، تتبعوا المصلين عموما، شوفوا من كم منهم يصلي السنن الرواتب. قد يكون قلة هم الذين يصلون في البيوت، وهذا لا شك أنه صلاة النافل أفضل في البيت، ولكن الشاهد من خلال اللقاءات والتصريح في هذه القضية هناك نقص وعجز. إذا أردنا أن تكون الصلاة هذه راحة وأمن نفسي ونلتجئ إليها، لابد أن نعيشها ذاتيا. ومن أكبر التربية الذاتية هو ما فضله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا في قضية الصلاة بيننا وبين الله عز وجل، وهي قضية النوافل وعلى رأسها ماذا؟ قيام الليل. والرسول لما أدرك أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهم، وهو الرجل متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأى عنده ضعف وتقصير، عنده تقصير في قضية قيام الليل، فقال بأبي هو عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول الراوي: فما نام من الليل إلا قليلا بعدها، يعني بعد هذا التوجيه النبوي. التربية الذاتية لا تكون في الصلاة إلا أمر بينه وبين الإنسان وربه، وهذا لا يكون إلا من خلال قيام الليل بالدرجة الأولى، ولو بركعة يا إخوان، ولو بركعة.